مدينة الجديدية المغربية كانت جمعت أكثر من 650 من الخيول العربية الأصيلة في المعرض الذي يقام للمرة السادسة بمشاركة عربية متنوعة. المميز مشاهدينا هذه السنة هو عروض الخيل التقليدية. المزيد في تقرير محمود علق. بين الخيل والخيال حكاية عشق متبادل في المملكة المغربية، حيث ما زالت أصالة التاريخ حاضرة وما زال للفروسية محبون وشغوفون. أصحاب البارود كما يطلق عليهم فيما يعرف بالمنطقة المغاربية بالإجمال، وجدوا متنفسا في المعرض الدولي السادس المخصص للخيل العربية الأصيلة. أراب بارب من النوع الممتاز صالح للفانتازيا، وهذاك اللي كيلصقلو دابا كيهيئ لي الجام ديال السرج ديال السناح باش يرمي فوقو السرج عاوتاني ديال السناح باش يهيئو لنا باش غادي ندخلو للملعب للتبوريضه. لا يجب ان تكون غنيا وذا مال لتدخل المنافسات المتنوعه كجمال الفرس العربي، فوثيقة أو تأشيرة عبورك بالأساس تتعلق بمدى شغفك وحبك للخيل في المقام الأول. احنا البلية ما كتفرضش عليك تكون لاباس عليك، وخا ما عندوش كاينة مجموعة هاد هاد الجروب هادي، كاينين مجموعة وكاينين محبين كيساعدوا، وكاين العود عندنا احنا في الدم. انا نقدر قلت لك قبيلة ما نتعشاش هو ياكل. حماس البعض في المنافسة والعروض التقليدية والتي يتوجب فيها على الخيالة تقديم عرض متكامل كمجموعة قد يكلف إصابات للفرسان، ولكن دون أن يثني الجميع عن المواصلة. قال شوية وني لاباس، بس مازال ما قلنا شيء وانا أكون لاباس إن شاء الله. كيوقع دائما هادشي. إيوا نكبر بالسلامة، مازال ما شناش لدابا. الله عاونك. مهرجانات تؤكد دوما أن الفروسية لها متسع ولها شغف منقطع لم تنل منه ظروب الحياة الحديثة، فالمغاربي على مر العصور يبقى خيالا بامتياز.